بابا، انت وعدتني اننا هنسافر برا مصر نقضي الاجازة. طب وفيروس كورونا لأيد حركة السفر والسياحة هنعمل فيه ايه؟ طب خلاص، لو هنعمل حاجة في مصر تبقى جديدة ومختلفة، مش الساحل ولا شرم. طب ايه رأيك بقى؟ هاخدك في رحلة 3500 كيلو من رفح لحد أسيوط. دي رحلة مسار العائلة المقدسة اللي بتعتبر من أعظم الرحلات الدينية في مصر. ياه، 3500 كيلو؟ ده أنا عمري ما سمعت عنها ولا شفت لها إعلان واحد. طب يلا، أنا متحمس جدا للفكرة دي. أنا هخش أدور على حجز الفندق والباص على النت. استنى بس يا هاني، نت إيه بس؟ علشان نبقى على نور، الرحلة دي مواصلاتها صعبة والطرق مش مساعدة والخدمات قليلة، ده حتى مفيش شبكة في أغلب المناطق اللي هنزورها، والفنادق كمان تحسها درجة 10. وعلى كده بقى الرحلة تستحق المعاناة دي كلها؟ الرحلة دي من أهم معالم الجذب السياحي لـ 2.4 مليار من المسيحيين حوالين العالم. المسار ده لو اتطور يا هاني هيكون من أهم المزارات السياحية الدينية المتخصصة في مصر. نطوره إزاي يعني؟ علشان نخلي مسار العائلة المقدسة وجهة سياحية في 3 طرق. واحد، نعتبر أن مسار العائلة المقدسة منتج سياحي ونبدأ نسوق له كوجهة للسياحة الدينية، وطبعاً جنب ده لازم نعلي من جودة الطرق ونزود وسائل النقل الخاصة بالرحلة. 2، نركز على الشق الثقافي للرحلة، مش بس على التراث المادي، ولكن بأننا نبرز المعاني والجوانب الثقافية اللي ورا تشكيل مسار الرحلة. ده هيخليها تجربة فريدة من نوعها للسياحة خصوصاً المسيحيين. 3، نعتمد على أسلوب الحكي وننشر الحكايات والروايات الخاصة بالرحلة في حملات تسويقية وفي كل الأنشطة المقامة في الأماكن السياحية القريبة من مسار الرحلة. بس أنا شايف إن الحل التاني هو أنسب الطرق، بس في 4 شروط لازم نطبقها. الترويج لمسار الرحلة كنشاط سياحي فريد من نوعه، تحفيز القطاع الخاص والمجتمعات المحلية لزيادة تغطية وسائل النقل المختلفة بطول مسار الرحلة، الاهتمام بالطرق بالذات طريق المنيا أسيوط للاستفادة من معالمه الأثرية، تصميم برامج تدريبية للخريجين تأهلهم للعمل في قطاع الخدمات السياحية. يعني افهم من كده، لو أصحاب القرار اهتموا بالدعاية للرحلة وظبطوا الطرق ودخل معهم رجال الأعمال والقطاعات المختلفة وقدموا خدمات أفضل، مش هنقدر نلاقي تذكرة واحدة بعد كده علشان نيجي الرحلة الدينية دي؟ عفارم عليك. خلاص اتفقنا، الطلعة دي الويك إند اللي جاي.